يسأل ويقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قبضا وسدلا، وما حكم صلاة السدل؟ جزاكم الله خيرا. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه كان يقدم كوعه الشمال باليمين ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذا هو أصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم. وأما السدل فلا أعلم عنه شيئا، ولم أعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت ونقله من شاهدوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل وائل بن حجر وغيره أنه كان يقبل يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم. وأما السدل فخلاف الأولى، قبض اليدين على الصدر ووضعهما على الصدر هذا سنة من سنن الصلاة الفعلية العملية، ولو صلى وهو سادل يديه صلاته صحيحة، لكنه تارك بفضيلة من فضائل الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.